فيلم The Ultimate Compeller تبدأ قصة الفيلم ويا ملك حاقد اجتماع ويا أعضاء مملكته وهو يعتبرهم مهمين بالنسبة إله فسألهم شنو هي القوة اللي نقدر نسيطر بيها على العالم وهنا اتعددت الإجابات واختلفت ومنهم اللي يقول أن القوة العسكرية هي الأقوى والثاني يقول أن المكر أما الثالث فيقول بالذكاء نقدر نحكم العالم لكن واحدة من عندهم اسمها أندو أجابه وتقول أن القوة هي بالأموال والملك رد عليها ويقول لها إجابتك صحيحة لكن هي ناقصة لأن التفكير بالأموال فقط يكون تفكير سطحي فواحد من عندهم يشارك ويكون اسمه تون جاو ويقول لهم ان الفلوس تحتاج الذكاء وحسن التصرف على مود نقدر نستخدمها بشكل صحيح ونقدر من خلالها نسيطر على العالم او بالفعل الملك يأيد بكلامه او يأمرهم بتجميع الشباب من كل مكان وكل الفئات على مود تكبر امبراطوريته ويزيد جيوشها لان القوة والاموال هي السيطرة الكبرى بعدها نشوف شاب فقير اسمه ايتو ويكون سيء الحظ وهو كان يشتغل بالسوبر ماركت لكن كان راتبه بسيط بس هو يقدر يدفع ايجار البيت من خلال هذا الراتب او من شدة فقرة يكون بكل وقت عصبي وهو يحلم بيوم من الايام انه يربح بحظ اليا نصيب لكن هو معروف بانه عاثر الحظ وهذا الشيء مستحيل بالنسبة له فمن سوء حظه باحد الايام يشوف سيارة موجودة على باب العمارة مالته وهاي السيارة كانت تسد الطريق على بيته فيبدأ يضربها ويعصب من عدها ويغلط على اصحاب السيارة لان هم ركنوا بمكان خاطئ لكن المفاجأة هم كانوا منتظرين ايتو او طلعوا اشخاص من السيارة كمشوا وهددوه بالصمت بعدها تجي رئيستهم على اندو وتقول له احنا جايين على مودك وبخصوص الدين مالت صديقك لانه صديقك قبل سنتين اخذ من عندنا وكان يدفع بالتقسيط حسب الاتفاق لكن بعد مرور كم شهر اختفى وانقطع عن تسديد الاموال فلازم انت تكمل الدين بمكانه لانه انت وكيله او تبدا عنده تهدده وتقول له اذا ما قدرت تسدد الاموال الباقيه فراح يصير شيء ما يعجبك او يتو ينهار من البكي ويبدا يترجاها لان هو ما عنده اي مبلغ يقدر يدفع لها او يا دوب يقدر يدبر الاكل فايدو تنصح باخر حل ممكن يسدد بها ديونه وهو انه يروح السفينه موجوده على الميناء على مود يقدر يربح فلوس من عندها ويسدد لها وتقول له هناك راح يعلموك شلون تقدر تربحهم فتنطي بطاقه دعوه لهاي السفينه ولانه ايتو كان مضطر انه يجيب الفلوس فيروح للسفينه لانه هي الامل الوحيد لسداد الديون وبالاضافه الى انه هو ما عنده اي شيء يخاف يخسره من ناحيه الاهل او الزوجه او حتى املاك فيضحي بنفسه او يدخل للسفينه وفجاه يشوف مجموعه من الناس واقفه قدامه بنفس حالته وهم ايضا كانوا يريدون هاي الفلوس ومحتاجيها بقوه فيجتمع بيهم تون ويقول لهم كلكم من نفس الطبقه وكلكم تريدون الاموال لكن اللي يربح بلعبه القمار هو اللي راح يحصل الاموال ويبدا يشرح اللعبه وقوانينها فيقول لهم انه كل واحد من عندهم راح تكون له 3 نجوم او كل نجمه راح يكون سعرها مليون وهو راح ينطيها لهم كدين وثلاث نجوم يصير المبلغ مالتهم 3 مليون لكن راح تكون له فايده بنسبه 1% من كل دقيقه وهذا الشيء مضر لهم اذا يتاخرون فالوقت يكون محدود بكم دقيقه وهو ينطيهم حريه الاختيار من الانسحاب من اللعبه قبل لا تبدي لكن هو غراهم بالفوز واللي راح يربح تنسد جميع ديونه لانه بنهايه اللعبه راح يشتري من عندهم جميع النجمات وبهاي اللعبه لهم 12 كارت يتنافسون كل اثنين مع بعضهم او كل واحد يفوز بنقطه ياخذ نجمه من الخاسر ويزداد النجوم الفائز وبهيك حاله تنسد ديونه بالكامل ويربح مبلغ مالي ايضا فيبدون بتوزيع النجوم ويعلقوها على ملابسهم او اول لعبه راح تكون هي كارتات حجر الورقه المقص واللي يفوز بيها يدخل بغرفه خاصه باللون الابيض فهنا المشاركين يسالون تون عن اللي راح يفقد نجومه شنو راح يصير بيه لكن تون يرفض يجاوبهم على هذا السؤال ويقول لهم انتوا اصلا ما لكم قيمه بالحياه وما حد راح يهتم باللي يصير بيكم فاحسن لكم ان تركزون على اللعبه حتى لا تضيعون فرصه نجاتكم من ايديكم وهنا تبدا اللعبه وكان عندهم 30 دقيقه فقط للعب ويبدا كل واحد يلعب ويا المنافس اللي بصفه وهسه نشوف اول واحد يفقد نجومه الثلاثه فهنا ينقلوا الغرفه بابها اسود حديد وفجاه يبدا يختفي صوته بالتدريج وكل المنافسين يخافون اما اللي يفوز فينتقل الباب ابيض وبهاي الاثناء ايتو يتعرف على واحد اسمه فيون وهو يتفق وياه بانه يبقون يلعبون تعادل لحد ما ينتهي الوقت ويقول له انه كل واحد من عندنا يبقى محافظ على نجومه واحنا راح نفوز وندخل للباب الابيض او بالفعل يبدون يلعبون على التعادل وهنا النتيجه كانت عباره عن تعادل لكن فيون يخدع ايدو او يختار ورقه مقابل حجر او يغلب ايتو وياخذ من عنده نجمه وهو يتاسف له على اللي صار ويقول له صارت بالغلط واني ما كنت منتبه وهو يوعده بانه راح يرجع له النجمه وبالفعل صدق ايتو ويرجع يلعب وياه لكن يرجع يخدع للمره الثانيه وياخذ النجمه الثانيه من عنده لحد ما بقى كل واحد من عندهم عنده ورقه واحده وفيون كانت عنده 5 نجوم اما ايتو فكانت عنده نجمه واحده وهنا ايتو فهم بانه اللي صار هو نصب عليه على مود فيون يفوز وايتو ينهار ويبدا يضربه فيجون الحراس بسرعه ويكونون فاصلين بيناتهم لكن فجاه فيون يسقط على ورقه ايتو ويشوفها مقص ويخلي بيها شويه من الدم حتى يقدر يعرفها وبسبب الغش اللي صار وتجسس واحد على الثاني قرروا انه يخلطون الاوراق او يرجع كل واحد ياخذ بنفس عدد اوراقه السابقه ويكمل لعب او بالفعل ترجع الاوراق لهم على مود يلعبون بدون غش او احتيال وهذا
هسه يشوف ايتو رجل فقير اسمه اوسا، وهو حاول يتخلص من اوراقه بالحمام بس هو ما قدر ولزموه الحراس ورجعوه، فقرر ايتو انه يساعده ويلعب وياه جولة تعادل. لكن هذا الشيء بعد ما ينتهي من فيون، وهو بدل ورقته باوراق اوسا وياخذ ورقته الاخيره. وهنا فيون حاول انه يرجع ويغش على ايتو لانه عرف ورقه ايتو اللي بيها دم هي المقص، وهو يعرف انه ورقته هي الحجر، ومثل ما نعرف انه الحجر يغلب المقص وبالتالي راح يكون هو ربحان. لكن قبل لا يبدون اتفق فيون ويا ايتو اذا يخسر يرجع له نجومه الثلاثه، واذا يفوز فهو راح ينطي نجومه ونجوم الرجل الفقير اللي ساعد ايتو. بعدها يرجعون يلعبون، وفيون يخلي ورقه الحجر باعتقاده بانه هو راح يفوز لانه ايتو عنده المقص. لكن ايتو يضحك ويقول له انا عندي ورقه والورقه تغلب الحجر، وهالمره انت ما قدرت تنصب عليا. وبالفعل ايتو يفوز على فيون، وهو قدر ياخذ نجومه كلهن ويخسره. فيجون الحراس وياخذون فيون للغرفه السوداء، وهسه نعرف بانهم بقالهم 33 ثانيه فقط، ويبدا ايتو يلعب ويا اوسا واوراقهم تخلص بالتعادل. لكن بعد انتهاء الوقت يكتشفون ان اوسا بجيبه ورقه ما استخدمها، وهذا الشيء يعتبر غش، وعلى هذا الاثر يخسر اوسا. ولانه ايتو مثل ما راح يشارك الفوز راح يشارك الخساره، فينتقلون اثنيناتهم للغرفه السوداء. واول ما يدخلون هاي الغرفه يشوف ايتو مجموعه من الاشخاص مثله، والحرس يخلون جهاز تتبع باجسادهم وينتقلون المكان بناء، والحراس يامروهم بالحفر المستمر ويعاملوهم معامله السجناء، وهم كانوا مسيطرين عليهم ويسلبوهم حريتهم ويخلوهم يشتغلون بموقع حفر متعب جدا. لكن هم كانوا ينطوهم فلوس، بس هاي الفلوس تكون عملتها غريبه واول مره ايتو يشوفها، بس هي تكون متاحه للصرف داخل هذا المكان فقط، والشراء يكون بالكشك اللي مر عليهم بشكل يومي. بس ايتو كان يقاوم نفسه وما يشتري من عندهم في سبيل يجمع الفلوس حتى يسدد دينه، بس هو ما يتحمل وقت طويل ويشتري وياكل الاكل بشكل هستيري. بعدها يرجع يشتغل بموقع الحفر، وفجاه تصير مشكله بالموقع ويهربون كلهم وما يبقى غير اوسا، فيشيل ايتو على ظهره ويوديه على مركز المصابين والجرحى. وهنا لما يوصل ينصدم بوجود المصابين وهم يتالمون وما حد يعالجهم، لان هم ما عندهم الفلوس على مود يتعالجون او لازم يشتغلون حتى يقدرون يجيبون الفلوس، لكن هم مصابين وما يقدرون على العمل ويخلوهم يموتون من الالم. وهنا ايتو يعرف ان موقع الحفر والمسؤول واللي موجود بالكشك هو مهمتهم يغروهم على مود ما يبقى عندهم اي اموال، وبهيجي حاله هم راح يصيرون عندهم عبيد للابد. بعدها ايتو يروح الاصدقاء بالسكن ويحاول يقنعهم ويقول لهم اذا استمريتوا تصرفون فلوسكم هيجي فراح يظلون طول عمركم هنا وانتم ما راح تقدرون تسددون ديونكم للابد. لكن ما حد يقتنع بكلامه، واثناء كلامهم يدخل عليهم الحراس ويقول لهم انه اكو شخص وياهم اختار انه يروح للممر الشجعان، وهذا الممر هو السبيل الوحيد للنجاة لهم، لكن اللي راح له بعد ما رجع من عنده، وهذا الشيء اللي يخوفهم. فهنا ايتو قرر انه يروح وياه لانه يريد يطلع من السجن والجحيم اللي عايش بيه، وبالفعل يروح وياه اوسا. فالحراس ياخذوهم السطح عماره جدا عاليه، وكانت اكو عماره ثانيه مقابلها، لكن اللي يربط بيناتهم هو جسر، فيجتمع بيهم تون او ينطيهم شيك ب 10 مليون، واللي يقدر يعبر على هذا الجسر يوصل للعماره الثانيه اللي راح يربح هاي الاموال، واللي يوقع هو راح يموت ويخسر حياته. فهنا فكر ايتو قال ممكن هاي المره الاخيره اللي راح اكون بيها محظوظ واللي راح اقدر اربح بيها هاي الاموال كلها. فكلهم اخذوا قرارهم بعبور الجسر، وبعدها يلبسوهم ارقام حتى الاشخاص الاغنياء اللي شاهدوهم عبر التلفزيون يعرفون على يا رقم يتراهنون، وهم كانوا يباعون لهم كانما احصنت سباق ويضحكون عليهم. او نعرف ان الجسر بيه كهرباء من الجوانب، فاللي يحاول يتمسك بيه راح يتكهرب ويسقط. وبهاي الاثناء ايتو يحاول يشجعهم ويحفزهم على عبور الجسر، بس اول شخص يعبره يتعثر ويتكهرب ويوقع من الجسر، ويجي وراه الثاني ويحاول يعبر لكن هو ايضا يسقط، ويسقطون الكل لحد ما يبقى ايتو اوسا وشخص ثالث. بس اوسا يفقد الامل على انه هو راح يبقى عايش، فيوصي ايتو انه ياخذ الشيك وينطيها لبنته حتى ما تعيش حياه فقيره مثل ابوها. وبالفعل ايتو ياخذ الشيك ويكمل المشي على الجسر، وهو يحكي ويا اوسا ويشجعه، لكن هو دي يحكي ما يسمع صوته، فلما يندار ما يلقى اوسا. وهنا نعرف بانه اوسا سقط وفارق الحياه، وهو مضطر انه يكمل بطريقه لانه ما الى اي حل ثاني، وهو كان يحاول يكمل مشي، لكن رغم الضغط والهواء والمطر وصعوبه التوازن الا انه ايتو وصديقه وصلوا للعماره الثانيه، وصديق ايتو حاول يفتح باب العماره بس يفقد توازنه ويوقع. وهنا نعرف انه ما بقى احد بس ايتو وهو متمسك بباب العماره، ويكون ايتو الشخص الوحيد اللي عبر ممر الشجعان، وبالفعل هو قدر يدخل للعماره، فيستقبل تون ومجموعه من الاشخاص اللي وياه، وهم كانوا يصفقوا له لانه نجح باجتياز ممر الشجعان، ويكون هناك الملك الكبير، فايتو يطلب فلوس اللي هن 20 مليون، لكن توني جابه ويقول له ابخصهم 9.5 مليون من المبلغ، او 10 مليون مالت صديقه اللي هو ما راح ياخذهن، وايتو لما يسمع يعصب ويصرخ عليهم، ويقول لهم اني ما اريدهم الي وانما اريدهم البنت اوسا، لان هو وصاني بيها، وهي محتاجتهم هوايه، والملك ينعجب بشجاعته واصراره القوي، فياخذ جناحه ويقول له اذا تلعب هاي اللعبه الاخيره ويا تون فانت راح تاخذ الفلوس اللي تريدهم، واذا خسرت
صارت ترجع لنفس موقع البناء اللي كنت بيه، أو تسمى هاي اللعبة بلعبة الإمبراطور. واللعبة هي عبارة عن كروت 5 تون و5 الإيتو، وهاي الخمس كروت تكون واحدة بهم إمبراطور أو الشيطان، والباقي مواطنين عاديين. وتكون اللعبة بوضع كارت لكل جولة، وهن عبارة عن 3 جولات فقط. فالمواطن يهزم الشيطان والشيطان يهزم الإمبراطور، والتعادل يصير إذا يجي مواطن أمام مواطن، ولما تبدأ اللعبة يخسر إيتو بجولتين، وإيتو يستغرب شلون تون قدر يحرز اللعبة ويهزمه مرتين، ولما تنتهي اللعبة إيتو يخسر، فيجون الحراس ياخذوه وكانت أندو وياهم، أو كانت هي من ضمن المشاهدين أثناء اللعبة، وإيتو يتذكر إنه تون غير ساعته لما إجا يلعب وصار اعتماده الكلي على الساعة، وإيتو يتذكر بأنه هو بداخل جسمه أدوات استشعار للسيالات الدماغية، وبهيك حالة تون قدر يفوز بالغش، فيطلب من الحرس الدخول للحمام، وهو يبقى يفكر شلون يلقى الحل، وهنا طلب من أندو إنه يدينا بعض الأموال حتى يرجع يراهن تون، وأيضا على مدعيد اللعبة، وبالفعل أندو انطت الفلوس لأنه هي وثقت بيه بأنه هو راح يفوز، فيروح للملك ويطلب من عنده جولة وتكون هي الأخيرة، ولما الملك وافق راح إيتو للمراية وبقى يضرب براسه عدة مرات، وهو تأذى أذى شديد، بعدها راح يلعب ويا تون، فيرتب أوراقه قبل ما يلعب تون، أو قبل لا تون يبدأ باللعب يباوع للساعة اللي تكون بها مؤشرات حياة إيتو، فلما بدأ باللعب مؤشرات إيتو بساعة تون تكون عالية بسبب ارتفاع هرمون الأدرينالين عند إيتو، وهو ما قدر يحرز أي كارت راح يختاره بسبب ارتفاع الألم، والساعة تبدأ تخربط وما تصير لها أي فايدة لتون، وقدر إيتو يتلاعب بتفكير تون، وكل مرة يطلع تعادل لحد ما يبقى آخر كارتين عند كل واحد بيهم، فيفكر تون إنه يلعب الإمبراطور على مود يختار إيتو المواطن، وبهيك حالة هو قدر يفوز باللعبة، ويبقى تون يحكي على إيتو ويقول له بأنه أنت شخص فاشل لأن هو كان يظن الفوز يكون من حليفه، وإيتو يتقبل رأيه ويشكره عليه، ويصدمه ويلعب الشيطان، والشيطان قدر يهزم الإمبراطور، وبالفعل إيتو يفوز باللعبة ويأخذ حريته والأموال، وتون يرجع لمقر العمل لأن من شروط الخاسر يرجع للحفر، وهنا إيتو يأخذ 500 مليون ويروح للمطعم ويا أندو ويطلب أنواع الأكل ويصرفه براحته، لكن أثناء الأكل يغمى عليه لأنه أندو خلت إلى المخدر بالأكل حتى تأخذ فلوسه، ولما يصحى ما يلقى شيء غير رسالة مبلغ بسيط من أندو، والرسالة تنص على أنه أنا اعطيتك فلوس هواية وداينتك أكثر من مرة، بالإضافة على الفوائد اللي كانت عليك، وهاي الفلوس كلها صارت من حقي، لكن إيتو ما يتم كل هاي الأمور، أو ينطي المبلغ اللي بقى لبنت أوسا، وهي فرحت بيهم هواية، وبالتالي إيتو رجع الحياة الطبيعية وتخلص من السجن وفق ديونه، ونعرف إنه بهاي اللعبة بالكامل حاجة الإنسان الأساسية كانت هي الأموال والقوة، لكن رغم كل هذا فإنه راحة البال عند الإنسان هي الأهم، ولهنا تكون نهاية الفيلم.